تنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، الموضوع إن شاء الله تعالى يعني أن أحكش يقف أحكس أبسين هي التحذير من البدعة حيالها بدعة أما بدعوينك ودين تأمى نصب دخولهين إلا يستقدقوا بدعوه وعذر آدي آذر الدرب ونبضا بضل وكم إذا أمراض آذك خطرت وهو أمضك لعظة المضنة وحيت المامان أمراض لوقي بضم عذر هذا لوقي بدوي مرض نوحالي هذا مرض الشبهة مرض ومرض الشهوة عذر روحك كساب سنة هاي شبهة الروح حق شيء وقلوا مطي عذرك الله بعض وحويان شهوة يا قحم باري سوى معاصدي يا حمانتي يا وحي وسمين هاي كل ريحي لا والله عذر المضح الشاقنيني كالدرينهين وعذرك شهوة ذا وكسهلين يا هاي متك الشبهة ذا كوي ماضا وأنا متك أصل كويها بدعضها يصل قوتاي حرب أمريكا إن نوه هذا المادي له إلى هذا ما نوه الله بدعم حاله إلى هذا تعريف تضوام حي حد يده حابد عليه إلى هذا بعدم مذموم هذا ورجع الله إياه أما عايم الشرح حق معنا وحوي أمر وعي وام حي تعريف تضو قلب طلبات أدلة الشرح حقه وكتاب يسمى ذلك سيدة يقول دقين بدعضة نلونا أمري أما إنو أمرين سنة إن لقود لقود هاي العكس وحوا بدعضة سنة كسور جيدة نقواش السرف كسوا قلع يوحي كي لهذين دقيتان كي بدعضة كدقين فانسرف كإن بضم صحابتي أي الماضي كدن بيسي كلي تابعين تي وحي كدقين وآد إن بضم أقواش وضع معنا وحوين نقود دقين بدعضة يا حيالها الدين تلقوسه دريا ولقوسه الضرف ونشرع إليه كم إذا سبحانه وتعالى أيضا إن شاء الله تعالى أمثلة ينكر كدونا وحنكره إن شاء الله تعالى أيضا أن أركض دونا صور أو تلمامه أو مثاله تصينه هي السلف كسيدة السنة وجود ذلك شرين وتطبيق السنة يكون رغم كالسنة يتحقل انت إذا يتعظيم انت إذا وينين انت إذا أي معنى وجود ذلك شرين قيوها إن شاء الله تعالى أي أن ندحي إلهي نقر نسيه سبحانه وتعالى وكل شيء قدونا نوحا سلوه كلاية ذا شيء قدونا حياله بدع ذا وحياله كينا تشيره أصل وآف ومحاكو إلى هذا الصواب وآهول نقان يصنع أيضا أسبابها وحبان كتل ما بدونا هدي إلهي لهذا كدبنا إن شاء الله تعالى وكسو ختم دونا لو شبهه وإنت بضل ضدك إذن الشذان
ويقول لي شنو هيان بدعضين يصوت حمان القيبة في عنا يشرته يجوابته إن شاء الله تعالى يضرنا لقب حيا وحيرك شيء قلت ومكت الماء من طوام قلت هذا الموضوع أدب بلاريني هاي علماء الإسلام كان أدب وحوق قرين وموضوع عس إن بضم بكتبتك معناه وحوياني كقهل لين كتب قوني اللقاء اللي في إن بضم معناه فهي الحياة الخطورة الذي اخترت هذا هي أدب فربضم ومضم طعمرك إن بضم إن لقاهل له وجلسات بضم أي قاضة لكن سمعنا مختطفاضة أما كوكوبين بارنا إن شاء الله تعالى إنه حوقت الماما بدعا أصل كذو حويان ولقوت الماما الاختراع على غير مثال سابق كلمة بدعا أما بدعة أما بدعة هي أصلها لقصة قاضنا هي شيء لب لوضي ووحل وضينا هي وكاقه ريين اتشرين شيء أدوك أدوه ريسي عد كاقه الرئيسي ومعنى وحوي أن أتكبد دين إسلام المثال أتكقادني سنة إن تشرين قرآن الكريم كأحد كواركتين بديع السماوات والأرض إله سبحانه وتعالى ومتك بلاو السماواتك هي معنى وحوي أن أرض ضي نورك أبور قوض عدو قد ضي ذي وكاقه الرئيسي من تشرت أصل الكريم هذا مركب اختراع هي بلاو شو يا شيخ روح معنا وحويان سجن لوجه رين والصميين أيها وحالي إلى هذا أصل كبد عذا أيها لقص وقاطه وحق القضاء إطلاقات علوم ذا يكون المامان بد عذا ما يكون تعرف يوم حكم ذا كل محدث في الدين وحول البدين تلوجس ودريون كم ذهين أيها لقط المامان بد عذا وحكروا لي إلى هذا كل ما قال في السنة الكتاب والسنة وحو البو كتاب يسونا ذا خلاف سن وضوامر سن والمحدث في الشريعة وحي الشريعة ذا القسو دري والقسو دري ما لم يكن وما لم يكن عليه هدي الأئمة أئمة ذي يسلف كي هدي قوذي نقم قوذي وحي خلاف سن القسو در الشريعة إلهي يدينت إلهي القسو كريه أي وحالي إله ذا بدعو تعريف حاجة الآيات قيم بضل أولي هاي الإمام الشاطبي رحمه الله وتعريف انتقيم بضم أولي هاي طريقة في الدين مخترعة بدعوة حوية أما طريقة أما وضوء وضلاء صوت الدين تتحدى والدين تلقص وكير ربعان لقص وضري مخترعة لب لوضع وضلاء قهرية وشرعي وكوتش ذي ما هني ووضاء ضوات بلا وطي ومعنا وحوية أما تشيحتي تضاهي الشرعية وحيوك تهيو شبه ذا وحلة كذية ومعناها شرعية ولدتشين ويوك تهوي شبه ذا وكان شيء شبه نوع عاصى إلى ظهر يقصد بالسلوك عليها قادة تانك وضضا لقاضة هي والروح وقاضة هي وحل وقصد هي وقصد هي المبالغة في التعبد لله سبحانه إنه روح بحل لإراضه عبد التانك وإلهي عبد هاي تعريف والتعريف بكآب قيم بضان شوقك المامي قيود فربضان قيود وحكم إذا طريق ظهرت ومقترع هو الشيء اللي بالوضع الشرع يكون متشي ذينا هو الشيء أضوء بلا وطي وهذه الشرع يكون متشي ذي وضضا نايتا وضض الشرع هو اللي قلت ذي بدعمنا نقنيس واصلنا حق مركي لقف في ريان لين عكام مركي لقف في ريو حيوك تهي شرعي يدين يوح للجدي يوح وضع معناه صح كنت منه ويوقته وحقه وسبه وقرح صنهاي قصة تفروح في قصة مينها هي أما أولا إيمان هي أنا وحويان إنه إله يقول له هذا تعبد بكرباء بل تعبد كليه كمرة يقول بكرباء إنه كحل لإرادة عابدتان كإله عابد هاي وصف عن الله وعبده أجر وكهراء وشنر وكهراء ما يشان بك سألان تهيوز ليه طيب ويود أمركة في رسل مركة وحابحة هي الشيء وهدو ويقول مخترع هاي وبحة هي السنة يلقون هاي بدعم المقون هاي وأمركة الله واضح الشيء وهدو عادات كيس عادي قاية هاي وشيخ هذا هم صمين هي وهي بدعاء دين يتعبدون وجهي دين أيضا وقد وانتهى هذا إسك شرته وضطقه إسك لينه إسك صمين هي إنه عبادة إنه لقس دينه عبادة أنكاه هين يتعبد
ayaduna macnaha way ka duwan tahay bidcadii. Waxaa kaloo baxaya haddii shaygan uuna diin shaqo ku lahayn oo adduunyo ku saabsan yahay, oo waxaan idhi mukhtaracatun fi ddiini, waa diinta wax lagu soo dariyey oo lagu soo daray oon ka mid ahayn, laakiin adduunyada waxa ku saabsan iyo nolosha adduunyada iyo tiknoolojiyada iyo horumar la sameeyey iyo cilmi dadku ay barteen oo adduunyo ku saabsan ma soo gelayso, oo insha allah gadaal baan ka tilmaami doonaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ka saaray uu leeyahay antum aclamu minii bidunyaakum, adduunyadiina adinkaa iga yaqaana, adinkaa iga aqoon badan, sharciga iyo maxaan ku idhahdaa kitaabka iyo sunnada iyo way kala tahay adduunyada cilmiga ku saabsan oo ruuxa macnaha waxa weeyaan ama beer iyo maxaan ku idhahdaa wax ku saabsan ama caafimaad ku saabsan wax kale wax badanoo macnaha waxa weeyaan khibraad kale u khuduucahay ama gelahaya ayaa jira, ama tatawur la gaaray iyo horumar kaloo adduunya macnaha ku saabsan aan diin ku saabsanayn ayaduna way baxaysaa. Idan bidcadu waa maxay? Bidcadu waa shay diinta lagu soo daray ruuxana ula qastahayo cibaado iyo dhowaansho ilaahi subxaanahu watacaala uu dhowaanahayo. Haddii laakiin ay ka baxsan tahay intaas oo adduunyo ku saabsan tahay shay adduunya un iska tahay, shay caado uu ruuxu u sameeya iska tahay, waxa weeyaan bidca la odhanahay, way ka duwan tahay bidcada sharciga uu ka hadlay. Tacriiftaas markaan ogaano bidca waxa la yidhaahdo ama loola jeedo, sharcigu bidcada uu ka digay wuxuu rabnaa amray sunnada. Aayaadka qur-aanka aad bay u fara badan yahay, laakiin dhowr aayadood aan soo qaadano. Waxaa ka mid ah qowlullaahi tabaaraka wa tacaala, qul haadihi sabiili adcuu ila allaahi wan hada siraati mustaqiima fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili. Allah caza wajalla wuxuu leeyahay wadadan waa wadadaydii, waa siraatkii mustaqiimkaayo toosanayo jannada ku gelinahay ama ku gaarsiinahay, isaga raaca fattabicuuhu, wadadaas raaca. Idan wadana loo jideeyey oo aada u weyn oon cariiri lahayn oo aan mugdi lahayn oo waadixo cadoo jannada lagu gaarahayo waxa weeyaan sharciga oo la raaco. Cagsiga waxaa laga digay walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi, wadooyinka yararkaayo baxahayo dhinacyadaay wadadaas weyn aan ahayn ha raacinina. Wado walba wadadaas weyn ahayn waa subul, waa wadooyin yaryar. Haddii aad sidaas samaysaan wadadaas aad raacdaan fatafaraqa bikum can sabiilihi, waxay idinkula idinla macnaha aadaysaa idinkala idinka fogeynaysaa idinkala tegaysaa wadadii ilaahi subxaanahu watacaala, way ku dhumanaysaa meel daran baad ka dhicin. Idan wadada toosan waa sunnada, wadada toosan oo ilaahay noo jideeyey oo jannada lagu gaarahayo waa wadada sunnada iyo sharciga ku taagan. Wadooyinka kale oo dhanna waa wadooyin dalaal iyo baadi wey. Xadiis baa fasiray aayadda nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, nebigu wuxuu jeexay jeexdin dheer busaa meel u jeexay nebigu calayhi salaatu wasalaam, dhinacyadeedana wadooyin yaryar uu ka saaray macnaha faraqi ah. Markaas wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam hada siraatu llahi mustaqiim, wadadaas jeexan oo sidaa u toosan waa wadadii ilaahay toosnayd, dariiqi xaq ah wey. Wadooyinkan yaryarka ka leexday oo dhanna waa subul iyo wadooyin shaytaan. Wado walba oo kamid a shaytaan baa taagan oo kuu yeerahay kuu gacan haadinahay. Idan wadada toosan oo xaqa macnaha waxa weeyaan jannada ku geynaysa waa wadadaas sharciga ilaahay jideeyey, wixii ka soo harayna waa wado macnaha dalaal wey. Allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale leeyahay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa, waxaad raacdaan wixii ilaahay idiin soo dejiyey. Waxa ilaahay soo dejiyey waa kitaab iyo sunno, wixii sharci oo ilaahay xaggiisa ka yimid raaca. Walaa tattabicuu min duunihi awliyaa, ilaahay sifadii subxaanahu wa tacaala iyo wadadaas uu jideeyey gadaasheedna ama ka sokeyna cid kale ood raacdaan yayna jirin, wadadaas ilaahay idiin jideeyey raac. Allah leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa aataakum arrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu, wixii rasuulku uu idin la yimid oo sharci ah raaco macnaha waxa weeyaan qaata, wixii uu idinka reebay
oo la idinka nahiyeena ka dheeraado ka hara xadiisku macnaas ku soo arooray wama atakum rasuulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu xadiiska nabiga kalee salaatu wasalaam xadiiska abu hurayra hadii aan shay idin amro hadlay maataan waxa aad awoodaan kala imaado hadaan wax idinka reebana fashtani buu ka dheeraado shayga marka la raacayo ruuxa muslimka ilaah ku caabudahayo oo wixii loo jideeyo nabi maxamed u jideeyay calayhi salaatu wasalaam oo kitaabka alihi sunnada nabiga ku yimid sidoo kale aayadda qur-aanka ah qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayagfir lakum dunuubakum haddaad ilaahay jeceshihiin waxaad ku tidhaahdaa haddii aad ilaahay jeceshihiin isoo raaca oo dariiqaygii waddadayda soo raaca oo hadyigayga hadyi ka dhigta waa haddii jacaylku dhab idinka yahay haddii aad sidaas samaysaan ilaahay wuu idiin dambi dhaafi wuu idiin naxariisanahay aad naxariistiisaad helaysaan alimaam ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddaas qola ayaa waxay sheegatay inay nabiga jecel yihiin calayhi salaatu wasalaam inay allah jecel yihiin rasuulka jecel yihiin markaasaa lagu imtixaamo aayadda waxaa la yidhi jacaylkaas sheeganaysaan hadduu dhab yahay waa in laydinka helo itibaac iyo raacid aad rasuulka calayhi salaatu wasalaam jidkiisa aad raacdaan idan daliilka tusinahaya rasuulka inaad jeceshahay waa maxay daliilka tusinahaya inaad allah jeceshahay waa maxay daliilka ku tusinahaya inaad sharcigiisa jeceshahay waa maxay waa inaad itibaaxin lagaa helo iyo raacitaan aad sunnadiisa raacaysid ood ku dhaqmaysid oo aad jeceshahay ood bidcada ka fogaanaysid waxyaalaha bidacda ah inaadan ilaahay ku caabudin subxaana watacaala laakiin inaad tidhaahdeen nabigaan jecla calayhi salaatu wasalaam wadadiisana waan khilaafi sunnadiisaan garab marahaya waxa weye wax jira maaha إن المحب لمن يحب مطاع أو مطيع روحا معنا وحويا وحو جعلها معدة وجعلها وقضى إذا وجعلها هذه سوقا طاو سلوك سوق ضي ضاو وحو معنا سوق ضي إنه وقاعد وحو الموقف أو جعلها وصمينا هيو لكن ترى جوان جعلها ضنات خلاف تد وحس لما هم إسقاطا كر آيات قصر روحة المام هي مرحب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشرح إله سود شيء ruuxu inuu ku dhaqmo oo raaco wixii ka soo harayna inuu ka leexdo waddada toosanna inay tahay waddada macnaha waxa aan sharcigu uu jideeyey oo kitaabkii sunnada ay jideeyeen xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale ayay u tilmaantay way fara badan tahay laakiin dhowr tusaalaan ka soo qaadano nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiiskii xudayfa oo uu kaga hadlahay macnaha waxa weeyaan xudayfa nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu weydiin jiray waxyaalaha fitanta iyo sharta iyo waxyaalaha imaanahay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka isagoo ka sheekeynaya arrintaas wuxuu leeyahay waxaa imaan doona qolo dad baa imaan doona yastannuuna bigayri sunnatii sunnadayda waxaan ahayn bay ka sunno dhiganahayaan sunno ka dhiganahayaan oo macnaha waxa weeyaan wax sunnada nabiga khilaafsana ويهتدون بغير هدي هدي جيجي هنون كي الله يمد وحنا هينا هنون بيكر دجان هيا ويمان دونا وضد معنا حوايا الإسلام كون نسبة شجر هيا مسلمين شجر هيا لكن سنة ضيد السنة وحنا هين بقاضنا هيا هدي جي وحدة مرسمة وقاضنا هيا وكل رقم هيا سيد وكرنا عليه الصلاة والسلام حديث عرباض بن سارية نبي مركو وعدي أصحابه oo macnaha waxa weeyaan kelimo aada u xeel dheer u jeediyo wacdi ah nabigu ayaga ka codsaday inuu u dardaarmo uu dardaarmo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan idin dardaarmahayaa xabsida ilaahi subxaana wa tacaala waxaan idin dardaarmahayaa inaad ismaqashaan isateecdaan wuu soo waday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxii idinka mid ahu noolaado fainahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiira qofkii idinka mid ahu sii noolaado wuxuu arki doonaa u joogi doonaa iskhilaafitaan fara badan oo dadku iskhilaafaan oo nin walba xaq sheegto oo nin walba waddo u jeexdo fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i arraashidiin waxaad markaa laazimtaan khilaafka faraha badan markuu imaado sunnadayda iyo sunnadii khulafadii raashidiinta ayaa toosnaa oo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali dariiqadooda laazima وإياكم ومحدثات الأمور وحالين دين كدغ هي دين كلا دغ هي دين كيو امور اهل سو درين دورو غدال كاي ما دورو حياه غدال لغا كيني دورو ودين تا لو سو داري دورو ودين لغا دغي دورو وان دين كدغ هي ابن علي صلى الله عليه وسلم حيا فان كل محدثه بدعه
وحول بول سود في الدين تي إله الوصادرة وبدعة وتعريف نبغو كم حي بدعة وحول بول دين تي الوصادرة كم ذهين ونشرح إله أنفسنا وبدعة وكل بدعة ضلالة بدعة والبنا والضلالة والمنتان روحه ولمي والضدي حقه وكرمي مربه ضو بدعة خبعة بدعة معناه وليمي والضدي حقه وكل يحضر رواية كلون النساء حتى الماما يسوى كل ضلالة في النار ضلالة كستا يبادي كستا نوع عاصة وبدعة أنا ما قال كذي ما يشي يقدم بين يسوى النار وورع الملك النبي عليه الصلاة والسلام بدعة يخطورة يخطرت إليه وقوقيح يقوع ضينها بدعة حليل هذا يخطرت إليه خطبت النبي عليه الصلاة والسلام منه خطبينها أما وعد جيدينها كلمة أسمره المقبل بلا منشر نوع عصونه قتل ماما بدعاده وكذبه أقول ليش النبي عليه الصلاة والسلام فإن خير الحديث كتاب الله حديث يوروح أو خير مضان كتابك إلهي وحل يسو الشيخ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي نوح أو خير مضان أبوه ناكسني الطريقة طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام طريق يسوي وكل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحو البوء محدثة لسود في الدين تنرو صدر وضلالي بعض النمو بعض والبنى ماشي كل ضمبين يسوى النار خطبة وحانب إن بدن سوع العلم شري صحابة ضمر والبوء معناه وعد وجيدين هاي وكل بلا من شري سوى كدقة هاي أما آد نبقى حق وصارة تركيزين هاي خطرت بدعة إلى ظهر وحكم إذا حديث تكدك تسوى كلام حديث عائشة رضي الله عنها على هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحيره من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث متفق عليه قفك كسو در الدين تان يا أمر كي يجي دين تان قفك كسو كريو كسو در وحان كم ذهين وان شرعي أهين وان انشدين فهو رد أي مردود ومن لعلي عليه دشيس من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقاعد الجود وهو عبادة أو خلاف صن هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك لي من بالوع لنها يوجه الله رفناها يلقى أقبل من هاي رواية مسلم وحيث المات من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قفك عمل أقصمي أو عمل قصمينا هي ومن هذه جيجة كدر صبنين سنوى الوع لنها هي محاول حي الله وضع حديث أما الله وضع رواية وحاول حياة المذهب حليه من ظهر وحويا روح إحداث سجى بلي مذا سجى سمي أحدث سجى لي مذا وحان قصو دريدين تو قصو كربي وشيء صبو السماء يستوي لي مذا لوجهري وبدعدي ما هان قل وجهري سوى السماء يستوي صبو السجى ضيض وعاملة أحدث مرقعة المام يسا سجى لي مذا بلوضي عمل أنا وحوي أنا سجى يا معنا وحوي أنا طب قضي إذا ضدك كهري بتعدى الجهري لا وضو ومردود والجوس النهاية بتعدى أبوه أما أصلها أنا الله يمو أما إسكرع قلين لي من إسكت دوقل هذا من مرشى بدعيها والجوس النهاية وهنا القاعدة الذهبية قاعدة ذات قيمها بضل علماء الإسلام كيد شير الشجان حديث في كفر نظام أوحي ليهن الأصل في العبادات الحضر عبادة أصل وحواء إن الممنوع طهي أو معنى هذا السمين كريم إلا بشرع إن لقوش ذي يمو يعني إسكلم يمان كرت عبادة السمين يسد وإن يطهي عبادة مشروعة أو لقوش ذي وذات تكن يسد ذات سوم يسد ذات سلاة يسد تضح عبادة السمين يسد وإن يطهي شيء مشروعة وهدي النبي وكسوه عليه الصلاة والسلام عبادة أصل وحواء التوقف أو التوقيف وإن الشرع كل تاجن تاي الشرع هو فوق قلادة ولذلك هذا يفرق فوق قصده كبير هذا نيو حنا الثمانية سد شرع ماها أما حنا الثمانية سد دليل وكان هذا كبير هذا أبو وين السبناني دليل وكان من هيس سوقته سوى أصل بوك تاجن لكن هذا هو أصل في كم تاجن هذا دليل لجاهبا هذا الثمانية عبادة دليل لجاهبا كل أي شيء قال إلا الصمعين كرام النوع عن الله الصمعي عبادة أننا اللي ما تدليل السيء وكاقر ليه يدي من دوك تاك من سبحانه يسأل دليل كأنه يسبناني لا دليل واحد يستطيع وحويا أصل وحويا عبادة إنه يسمشروع هين إلا عن طريق الشرحين الكوغا نمويا
حديثكاس تلمامها يا مرك النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة صر روح عباده وصمائلها وإن أصلها يست وإن شرعوها يست وإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبح صنائل وأنا شروط الواقع والعملك إخلاص يمتابعة إن عملك إلهي درتي أدولك يدد هدي النبي محمد ووافق صنيها عليه الصلاة والسلام حديث أمرك واحد تلمامها يا روح المسلم كأني لازم كتاي وواجب سارنا يتاي والله قوم مارمانا وحو إلهي وعابده إن الشرع النقض وحو إلهي يقول له أنا هي إن الشرع النقض إنه سإلهي هودي سبع عابدين يسدو تعالي هاي ولا سمين شري وقرب صنط هاي محاكو لا ولا لكوه رأي حي قبلي أضحي مايا عبادة الصداق كمان حقاقا حالو بها هي عبادة نسمي سنة تلاهدد هذه النبي حكم قوامه معنا وحي إنه كذي حقين كبلا وحقين كل ما يقاب كم صميا لكن وإلا قرب صنط هاي ونسوأر كشري وحاصر لن مصر عميس بدعاد مركة وحويان كتابكنا وكدقي سندر وكدقي سيدوك عليه بدعاد من حيث النظر الصحيح يمرك اللي لهذا عقليا مرك الله في ريو نظر كام في رضا صحيحة مقياس كالصحضة وشيء قبيح وفرحان شرع قوات المامين حمطاي كتابك يسمى ضويت المامين حتى قياس كالصح دان وحكينا هي يعني قبيح طاي وحن طاي وشيء هذا حن طاي الإمام الشاطبي هي تلمام هيو وحكينا أوجه هذا فرب ضم وتصينا هي إن الشيء قام أو بالعادة إلا صنعين قبيح طاي عقلا وحكم إذا ولقوا قران كراب ولي هاي وحتى تجارب تلقوا قادي هي معناها حويان يعني خبرته ضدك إنسان كاي قران كراب قفل بو قان كراب إنه يصح عقله إنه سقف في النين إنه الطريق الصح ذا كهن ونام وقرطاء ومصالح يسوق قرطاء حتى مدي سأدونك تناخر يسكدعي هدي عقلي كله الله تلصات وعلمي كلاقي وهجتان يفشي معناه حويان يعني كلاقي هجا هي يقولن هليل ومن أجل ذلك أي الله سبحانه وتعالى كتبت نوصل دشيء رصوشا نوصل دري عقلي كانوا نقوم في المركب قف إنه إلى العقل يكليه هو جامينه هي أما الشرع واصلا ما أعرفه معناه وحويان لقمة أما واحد وقر حصنته كم فينا قال الله عليه سبحانه وتعالى قرآن كتب المامي إن يهين كل أدعاب حلا وكل ويان وكسب الحلا وكسي ليتا أيها كسي ليتا عقل قاضي يا خبرة قاضي يوحي معناه وحويان أي جارين وهرمرها كل كم فينا إذا أنت واحد سنيسا روحه بدعاء مركو صماي سنة هاي شرعي إلهي بقرا مري عقلي يسيب الله جون النقضي شرعي إلهي سبحانه وتعالى وسود الشيوان بيض الله صدر وكتب الله صدرنا وحي هاي قف كان عقلي يسكلي وكم في اللي هل هاجو وهل توسي وضل صح ذا اللي قلت توسي عقل المركو وقف فرحان طينا عقلي قاعد تدقوني للنقطين وضك لا تسكت شيء حتى ذو هذي جي يهنون كإلهي سبحانه وتعالى وسود الشيوان كتاب يصنع إن تكون قرا مرتين وأمرك الله بعده وحنقنا الشريعة الإسلام كأنه كامل طاي وإذا ما يسترن طاي ووحن نقصي ونكتشري سأضغط أن أقبل كرت الزيادة هي نقصان منه إنا ذو حكو درتنا لقاية المهاية إنا ذو حكو درتنا لقاية المهاية والشريع إلهي سيود الشيء وأنا متكامل هذه مركة شيء مخترع على التمادي ووحن إلهي كذينا كذي سيدي ووحن إلهي كون كذينا إلهي كو عابد دوتر هذا إلهي ما نقول له وانا هي معنى إذا وحا ويان الشريعة دي حلا قلت يجب أن تشرتوان وانا كميلا هيا وانا ما يستراحي تانا وحا ويان وغاية في س... معنى وحا ويان في سوء الأدب والروحين ومعنى وحا ويان أدابتي يو شرعي يقلن ومعنى كبه حيوي وارن أذ خطر بضا إنا تير هذا الشرعي شيء ما صمينا هيا طيب حاو صمينا يسا وواناكسنتها إلهي ما نقول له وانا هيا معنى إذا ما وحوا يوم وحوا ناقصنا الخير بضم النبي محمد قتك عليه الصلاة والسلام أضواد كنيسة لو حديث قصص ما وحوا يان وح خير متشر إلا أمضى وأنت سوام عدي وح شرنا متشر إلا أمضى ونقدق حديث ألبان وصحينا هي رحمة الله عليه مركز مكة لا يظهر حمام قدرة هي أنا وح كينا هي واستدراج إله سبحانه وتعالى الشرع قصات كسمين الصوت تهم يسدون وحاء أنت صيد توصوا عدي الإمام مالك رحمه الله أو حليه هاي
أضلاط الضنب والسلف كنوغو إيمان دوناي روحي بدعة الله يماضى من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة روحي بدعة الله يماضى إسلام في الحسن بدعة كيانا بدعة صور كيني ونكسنتهي فقد زعم أن محمدا خان الرسالة وحوشيك طيب وكو أن دعو ذي الروح نبي محمد عليه الصلاة والسلام من الرسالة ذي خياني إنه قيب كتقي خطورة إلى هذا المركب أركيسة أدبو فكتاني إنا ترى هذه حمان الله إيمانا هيا وروح عنها تحقيات كنت كتاب موليها مايا صنع ما قصار ورطي مايا محاض الله إيمانا إسا إله ما قول دوانا هيا دوان شيء ونكسن حكر لي قنت هيبوليها الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة وقرم إسا حكر لي قنت هاي التهمة اللي التهمة هي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحبو كتقي بأتشروع ما قل درين وحرين آبو فول حوي إله نوح إليه هاي ميرا سود للشذي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إله سبحانه وتعالى إليه هاي ما أنت وحان دين كم إلا يدين لما يستري دينتي نعم عضي ديوان دين كام يا لي إسلام كاين دين هاني دين كرها للنقضي وحق الله مركا أكبره ملاه فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا وحان مارنت دين هين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وقتي سان شرعي هين ووقتي سان صناء هين ما أنت صناء من نقري سوي أبدا روح مرق مسلم كاه وشيغان هينو إلهي عابد هينو وانا هينو هذا هو وضع كلا الشيحان هيا وضع اسكسا ما يستعصوا إلهي كو عابد هيا وهم عقلا آذوا معناها فالحهم وطسين إيسا تهموا تهم هاي الدين تإلهي شرع الإلهي ما كبوه في الله وهي سنة النبي محمد ما كبوه في الله وإذي نبي محمد وح خيره الجروكا قريم يا أبو أتكان طي وح أمدي وناك سنين يسرف إلا قريب أذيك اللقو كيدي وقضاء اللقو مريي وارين قطر بضم عقلا مركب وارين فالحهم حلية هاي الإمام الشاطبي وكم إذا في حيالها عقلا تسنى هنا فالحهم تهي بالعضو قفك مبتدع ومعاند للشرع مشاق له قفك مبتدع وبدعة الصمين هاي الله إيمانه هاي شرعه إله معاند ويانه واروح ماذا حضوه الديدي واروح مشاقه شرعه إله قرب جاحظه معنا وحاويان لح الله يطمه صواب طبعا محا الشرع يبا كدقي تدو وضاضو معنا وحاويان وحان الله إيمانه سا وامد خلايا أو أفراد مشتناده الروح لم يديها المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشرعي قفك بدعة الصمينة هي وبدعة الله إيمانة هي وبدعة الجيحة هي ووحن كل رغم هي سوء كيسي أما يسدجي معناها يسدجي باسكي كذا انت إلهي سبحانه وتعالى التشريع ويسكرها أصول شرع إلهي وي سبحانه وتعالى شرع يقول حدثي النبي عليه الصلاة والسلام قصبنا التاف إلهي سنة قصبنا لا شرعي إنه أصمرك وضد شيخ ووضوه معناه الحوايا نسكسه ما يستطيع وحق إلهي وقفصته وأدلاغ هانو من التنبع في عرب معناها القدر وأهلنا أيضا أعضوا فارحا كل ذلك واحد سنة هيا المركة بدعظة هي إن بدعظة الصماء يروح بدعظة إلهي كل عابده حتى عقلي أهانا يتهي شيء أعضوا فارحا وأن الله أهانا يروح مسلمين وفقا سلفك رحمة الله عليهم أذ بيوجد جين بدعة أقواش عضنا أذ بيوفر بضمت لكن لو قلب قول بمسو قومينا معنا فعلا المثال هم صقادنا أو حكم بذا فذيف من اليمن رضي الله عنه صحابي الجليل كانت كرنا إنسان صاحب سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أيوب عليه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها عبادة ورب وصحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن إلهي كو عابدنا عبادة كدقن إلهي كو عابدنا عبادة والله والله إيماني سيد هالنقطة عبادة سلف كي سميانا لقا قهرين ومدع علماء الإسلام كي إليه حلق ومارمانا لابد من فهم الكتاب والسنة على على فهم سلف الأمة كتابك إلهي مركة فهم يسيد أما تقع عمل فليسيد أما أتقادني سوى تطبيقني سيد وإنه سنقوم فهم أذوه ألقوا نتهاية ونقض الفهم سلف كأي قاتل القبيل ومرين وضدا ما لقى قهري ضد أبو قيمة بضم بأمرين صحابة دي بأمرتي تابعين دي بأمرتي كوي كسي دنبيا أمرين أئمة الهدى بأمرين
وضل الشحال لقى جمهر يلوون رقمي ويانا ومضاس أيامانية وناك بدن كوه شيء وإلهي وكتسكي سبحانه وتعالى وضدي هدي هذا المرينة وضدك لا من ارتواط وسلطان مرك واحد إلهي واحد أتكو عابده إسان هم قلتوا لي وحي صحابة رسول الله إلهي كو عابده ودردار آدي آدو قيمة بدن عبد الله بن مسعود صحابي جليل كانت قرن إسان قارقها النبي عليه الصلاة والسلام آدو أماري وحليه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد خفيتم اتبعوا راعة ووضد اللي ذين كذي واللي ذين جاح راعة ولا تبتدعوا هبد عصم يصنون بدعاء الله يماننا مرك اتباع حكسوا الشيء ذوي ابتداع اتباع هذه اللي جوا أيه ووضد الصحضة هذين ترى عدي السنة ضه وحقه الرم ولازم من السميساء فهاي وأنا ابتداع عليه ما تدي بدعاء وما يقدر أن يتكلع تاسو كده هاي مرك السحابي جوا حلي هاي اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا صابتوا عن حفاقات كفيتم والذين كافيوا على نكفر الله واحد نكفر بالي نسيه شرع إلهي بايد نكفر دينة إلهي بايد نكفر سنة النبي محمد بقى كافية مركز سنة راعي بالعادة سكير عليهم حاضر قبا هنطاي بالعادة حاضر قبا هنطاي وضضا حانكو يرهضا قرد الشيحة وميلي كل مانيس أن لوغي البلوة لوغيه النار كل مانيس مركز اتبعوا ولا تبتدعوا فقط كفيتم عليكم بالأمر العتيق وحال لازمتان واتكون لكتان الأمر العتيق أمر العتيق هو أمر كهرية وقيمها بضناء وصبناء وشرع النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكتغية كلها وحان ضبع كبح خرافات كي وحيالهم كذال كيمي اسكدها يسكير علي حكم ذو قول كإمام مالك أنصار شاقني من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة روحي شاكته إن معناه وحاوياني تشت بدعو بدعو ليمي وشاقنا هيكوان دعون هيني وناكسنت هاي وقف شاكتي إن محمد رسالة ذي وقيب كتغي وخياني والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم هذا كان هو رسول شاقني وحكم إذا سياء ذو قيم وبضم أولي هاي الشيخ حسن بن علي البربهاري رحمه الله أرنتي فوائد بدن يكون ترتوح إليها احذروا صغار المحدثات فإن صغار المحدثات بدعي تعود كبارا وكذلك كل بدعة أحدث في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصار دينا يدان به وهذا لا ذقي من ذنب ليه هذا سكي لا لسان بدعاه من ده يغير حتى تيذو وين سكب داي من ده يغير بدعاه وكل وين تاني بدعاه على موضح الشيخين أن الكبائر هي صغائر لا ظهر صغائر تمد ده له شروط بلود الجياضية شروط على جهة صغيرة لقط الماما حكم إذا روحه مري مر يلوي يقول على لكن مو دائما طيب تعبدها معناه حوايا مصمين هي مربى أنت سكر نقطة ما نشرين هاي ضدك وما يرهي بدعة ما عاصى لها علماء دي أصلاً بدعة وافق ضوا بدعة لكن وصغيرة المهم بدعة وكلوين تاي وكل معناها خطر سنتاي عليه إمامكم مرك حتى مدة صغيرة لا يرى بدعة يرى إسكيل عليه صوت حوايا بدعة يرى حين قنطن تاي وريج دون تامرك الضمبة كبائر هو وين بين قنيسة كبار بين قن سيد الذنوبته صغائر تأخروح مركو لازمة ودائما يسوب بدل يسوب كبائر مرك الذنب كان أما بدعان ويرتها يوقل يسكي لالي حي البريمة وحي يسوب بدل دون تام بد آذو وين ومعناه حويان خطر بضم سيد عصي هيد قليه بدعوا البو مضى كسو قررت أصل بوحة الوية قانا بدعا ده مركو هرأي بلابان إيسا سي سهلاً بيوم بلابطا سي دبير بيدتك وصوه قشا وقال الله فوضى إستاي وقال السلام حاكا معنا وحا وحي يروي كدبنا ويوينا تابو لي ويوينا انشرتي ومضى سلاسي انشرتي بدعا والبو مضى صوه قشا مركو هرأي بلوغي هرأي وحي يد وحي يد حقي هو كيد وشيح وقع حقي هو يقول حصان بيه هيد كدبنا وحا كوكتسومة وقاطة عندي كوكتسومة لهيد وقاطن لهيد مركي كوينا توي مدة كل احتران إن كبحان ومعناه ود وايد احترانه ما كري كرنا كوري كان كبحان
حين قلنا يسوب الدليل سامر كفصار دينا يدان به مركض واحد صوي استاق صوبح يسدين إله اللي هو عابد مركض شيطان كوب سيدي السبب مركض روين ومير مقاطور مركض وكاقب بلاهم هي كارق قالوا عسكو دي هيا إنو ترتيبه معناه قوله ميا مربا معناه وحويا وضعه قاتل لابسي كله يا الشيقان ما أنت اسكسمي بس لبهم ما أنت كليا ما معناه وحويا ما لما هتضم بحوقها هتضم القدر حوقة ما يسجدرتي سيدو قوة وما لما معناه وحويا وتلاوه قوة قاتسين هاي يميال درن كاتوري ما أنت تضم بينتي فقوح لدي ستان ميالنا دون ربي حكري صمي نارك بدعوين بضان أمرك وردتك سيسهلا يوسميانا ما يوقاتان marka dambana ay ku dagaalamaan oo si nabad looga dhaqaajin kari bidcad marka ay tahay in laga hortago la riixo iska celiya ay ku fiican way la imaam sidoo sheegay noqon oo bidcad intay si sahal ugu gasho in marka dambadaana uga bixido weydido umad badan ay sida ku dhunto diin ay ka dhigato ilaahay ay ku caabudo subhana wa ta'ala aqwaash salaf qabaan ta laakin qowl abdullah ibn mas'ud baan ku soo qotimayaa qisaa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي مال معلومه كم يدخل صوغ لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كيسي أي ما بلنا هو يمين ضط فريه وحلقه فريه وريك ضط حلقه فريه إله بحصا يا سبحانه وتعالى ذكر بيسمينا هي لكن ذكر نبعوها يوم عليها كبروا مئة هللوا مئة سبحوا مئة سور الدوية تقانين يا مقام الله طبعا بقالوا صدر سور قول أمرك وردين يسوء حلقين توفر يسطي ننوها يورد إليها سور الدوية معناها بقرش الله معناها حيوان قوها يوترين هاي سود الاستاق عبد الله بن مسعود الصحابي ركب عبد الله الواقع يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم أمة النبي محمد هلاك ينسودك دقي وكا بلا يدي مصيبة حتى ينقب لعب التوام حي نبي قبيود يسي قريه سواكوان ولي واتاقينهين ولسينهين تركي سي ولي واتشوغايا مدو قوبين شرور انتي عليه الصلاة والسلام أذنكونا إسلامان طبعا مبدعا دحتاقينتين أدبو عنان نبي محمد حتى انتي تركي سي ولي وفسي معناها تشوغو قريه سي لسينهين مياد بدع الله ماتين ووحانا تصمين إيسان ويا ابن حي هذين سبحان الله يا ابو عبد الرحمن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن وكنيديسي الهي بابو فن ونزهان ما اردنا الا خيرا انا خير بمجن سبحان الله الهي بار حسين سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولي با كجرا ابو هذا دم وارك الهي ما كجرا ما اردنا الا خيرا وحير وكم من مريد للخير لم يصب إمسا خير هذين سونا سيمين بي وأهل المهمة خير بان هذين هيا وقوما في الماء نيادة إذا وانا أكسنا وقوما في الماء خير بان دون هيا ينيد وانا أكبانو سمعي والله نيادة سوا وانا أكسنا تايم مايا انت وقوما في الله انت عبد الله بن سعود الحويري لوان مدو ويان لوان مدو مضول حيسان بي إن أطهين دلي من هدي كخير بان هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضل النبي محمد كذين وضل ودل النبي محمد كذين ما هو أنا قلنا أقانت يذولي عبد الله بن مسعود الله ما بدوي إن هذه كلا النبي محمد هذه سك خير بدن هذا الشيء ما يركل ليدين فري وامد ما هنا إن تهين الباب بعضي ضف فرطي وما يقدر لوطه وحكى الحياة مرهي طبعا وعد هاي وقسم هذا عقل جاب كيني سلام الله مد مويا عبد الله هو عد هاي معناها إن أدون سنتين أو معناها الباب بعضي أض فرتين أو مد ميل درن أض فرتين ين هذه النبي محمد كخير بدن الله يماتين مدوي إسكعد هاي مركو هذه النبي محمد هذه كخير بدن سنة الله ما إيمان كران ما نصورة قال الله ما هلا ما إيمان وحصوها رواه محمد الباب درن بعض فرتين أو بعضي والله يماتين أو مد والله مسين صحابة الموقف قول سلا صوها ماشي كتاجناين بدعنا السلاسة هي بدعنا الذكر بها هاتي معنا وحويان وردي لو وردينا هي مربه هذه هذه جنب خلاف صمت هاي وبدعة ولا كرامة بدعة وهي وح كرامة لا هم لا إن الهدي مضنت هاي إن الاسكدي ذي مضنت هاي إن ذاتك اللوجد ذي مضنت
حقا ويسكرون طايب ويسهلن تهيو ويير طاينا واتي هذا نسوي شيء قلناه معناه في البربهاري وقصه ورهم هيو بدعاء رم بيران تكون بلا وطن مرك الدمر ويناته أقواش أصفرح بضم أي مضى حين تصينا هيا نقط المام هيا سلفكو ماشي بدعاء كتشوجين سير ولد قال لهم يجرين سير وقد يجرين سير بدعاء خطر بضم يقول هذا هيا ومضى وخطر خطر يقول هذا هيا وأنا سير الرب قصدهم مسلمين وهذا عكسية سلف كوحة الهوية قانية إن السنة النبي عليه الصلاة والسلام آذ قد ذلك ويكون رقمان ويتحق ليان ومعنى وحويان مشريان وسنة يتطبعان ويتوقعان ومحاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام يشاديان ووحو السمية وإسمية ومعروف قصص آذ فربضان بين الأضحي عبد الله بن عمر رضي الله عنه حكم يضحي على آذ وقلت المامو إنه حريص وها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقعان بحر إلا هو قال هير عادات كي سوء تطبع النبي عليه الصلاة والسلام ألقوا مالين كان ليحضي مركو إنت مره النبي وكرتك وحا عادات وين ومع ذلك إنه التطبيق يسكو دي حسا وصوين هيا حرصا على السنة سنة الددال وكد دال هيا أيوك يسكو دي تلاوي دي النبي محمد قاضى بينه قاضى أمثلة بضن بيلاد هيا لو المثال سوء قاضى له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي ما لنا المهكم إذا وحوي من حجر الأسود كعب الله كد بن أقول لهم كذي مركوا لهم كذي الدرس آذ قيم بضم بمد وقتي وحوي والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك تقول لهم كذي وحوي إلهي وان كل أخطي وحان أغهي إن أضاق أحطاي أغح إن أضاق وان أغهي حقيقوي نبي محمد عليه الصلاة لبنا على اللهين ليفنا على اللهين وحي إلهي بركي يا بركي سن إلهي ببركك لي عبادة مشروع أنه لو تشذي أنه قطيع عن الصمين إنه لكن بذاته إنه نفعي يضر إليه ما يعني هدي أنا أرك له النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكلن كان هينا كمرن كذل رجع حمد الله عليه محمد سمي النبي محمد بس سمي بس اتباع إذا وضد أمرك القاضي السنة النبي عليه الصلاة والسلام النبي السلام بسمي مركو طوافة اتباع بسمي رمل بسمي وهر عليه أنتوا اللي ورح عدد كنتوا كذا مقام إبراهيم تلاوين كان القاضي هي كل وقت قاضي لماذا نبي محمد بسمي بس وأصل إلا ذي نبي قاتد مهمها عمر الخطاب من قطاس التقلين حليه هاي سنة النبي أبانو يليه يا النبي وكلهم كلام كلهم كان هاي لكن ما هنا ليه يلي بأذو قاتيس رضي الله عنه وارضاه حكم عبد الله بن عباس يا معاوية قصاد حمرتي قصاد وحي هاي بيت كي طوافه هي عبد الله بن عباس يا معاوية ابن أبي سفيان عبد الله بن عباس وهو حاركي معاوية تعبده وحيلة هاي أفر ركن أفر ركن وطابنا هي معاوية رضي الله عنه صحابي الدليل كامل إنك معناه حويان عالم كأحق قرسو مكران عبد الله بن عباس ما لور ركن بس وطابنا هي يمانيين كل يلا هذا كان حجر أسود كي يكن كالكهرين لوضعن بس وأصوب طاولة هيا معناه وحويان مسح هيا قعنتك طاولة هيا الضو معناه وحويان حجر رأس تروح وقارن ونكرها هي وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لوضع كلو الشاميين كل يده هذا لما الطاولة وما مسح هذا معاوية طاولة هي أركي معاوية سوي هذه محا طاولة ما لها الحجر ليس في البيت شيء مهجور بيت كإلهي قيم لقب هجرون هيا أن لأجمر المجستاء عبد الله يجد دورك سنة الله كل واحد لك سنة الله كل واحد يبقى أنا وبيد الله كل شيء كان أطابته كان كلي كان بصوي صلاة ركن جماعة أركان تبيت كصوما وحجيري عبد الله بن عباس لكن أنا أقول الله وضع من طابر محايا للنبي كان أرك عليه الصلاة والسلام والله وضع طابنا هيا صور عن ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله وضع من طابتي ركن والبنبي متى بنشرين ما دام ابن تابن شر النبي عليه الصلاة والسلام أنتي والنبي السمية ومنكوا أجنهاي وصلنا النبي عليه الصلاة والسلام موقف كله روح مسلم كائن قاطع
waxaa nabi maxamed baa sameeyey dacawiyana uu ka yeelay markuu intaa yidhi oo uu ku qanay saxaabada marka ridwaanullaahi calayhim waxay aada ugu dadaali jireen sunnada tatbiiqeeda waxaa ka mid ah amhilada qisaaya waxay dhex martay cabdullaahi bni cumar iyo nin nin baa cabdullaahi bni cumar agtiisa ku hindhisay qofku markuu hindhiso sunnada waa maxay inuu yidhaahdo alxamdu lilah ninkii wuxuu yidhaha alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah maxaa ku jira wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah soo waxa caadi noo annaga maaha alxamdu lilah laakiin wuxuu ku daray wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi waana aqulu wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah laakiin maa haakadaa callamana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam aniga labtayda salliga kama diidani kamana boodsani waxaan leeyahay naxariis iyo nabadgelyaba nebi maxamed dushiisa ahaato laakiin sidaa maaha sidii nala baray sunnadu marka sib loo yidhaahdaa jirtee way fiican tahay waxaan keliya maaha waxaad inaad u samaysay nacam salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qurba salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa taaca salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa cibaado ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala laakiin meeshaan meeshiisi maaha meeshaan adkaar gooniyahay leedahay soo aroortay adkaartii leh oo adkaarta sidee taa u dhahay alxamdu lilah bas leh cuntada markaad cunaysid bismillaahi bismillaahi raxmaan raxiim waxbaa dhihi ama bismillahi raxmaan raxiim maxaa lagu bisinka umaa qabsada keliya maaha war labadan gacmood sunnadu waa inaad midigta ku cuntid maxaa tan laygugu abuuray idabdarro weyn waxaan sunnada nebigaa sidaan samee sidii sunnadu ay ahayd qaado wuxuu yidhi anigu sidaas waan qabaa salliga nebiga ma diidani laakiin sidaana looma barin saxaabatu rasuulillah waxaa lagu yaqaan nebiga intaba imaadeenba waxay dhaheen nebi allow sidaan kuu salaamin waan naqaanaayo assalaamu calaykum assalaamu calaa rasuulillah waan naqaanaa salaamtii laakiin sideen kuugu sallinaa maxay raadinahayaan dariiqay ku istaagaan oo cad oo loo sheegay oo la baray bay rabaan iska samee maaha nebigu isaga baray salaada qiimaha badan salaatu libraahimiya la yidhaahdo sheygu marka wuxuu leeyahay qaab loo yidhaahdo adkaartu meelay ku soo aroortaa jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnada si uu dadka u baray baa jirta sidii in loo sameeya muhim maahane iska sameeya way fiican tahay waa sal iyo maxaa ku jiraya maaha waa nagu badan tahay maanta inaan maxaan ku dhahdaa salli kulliga bidca oo sal iyo raad aan lahayn intaan dareerino waqtiga ku dhumino oo dadka ku tashwiishino inaan nidhaahno salligii weeye maxaa dhiba bal ciddii tidhahda war sunnada sidaan maya sidaan salligu saana ku saaro la yidhaahdo salligii buu diiday maya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa nin buu wuxuu baray adkaar adkaarta noonka allahuma inii aslamtu wajhii ilayk fawadtu amri ilayk waaljaatu dahri ilayk wuxuu baray adkaartaas aamantu bikitaabika aladii anzalt wa nabiyaka aladii arsalt kusoo xili baa dhihi adkaartii buu soo akhriyay wuxuu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalt wa rasuulika aladii arsalt nebigi muxuu ku bedelay rasuul nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuul waa nebi laakiin nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuu ku celiyay wuxuu yihi wa nabiyika aladii arsalt tawqiif weyn cibaadu waa tawqiifiya cibaada sidii loo jideeyey baa in loo sameeyay muhim ah iska samee maaha qiso kale cabdullaahi ibnu ninka la yidhaahdo saciid ibnu musayib ayaa nin baa wuxuu tukanahay waqti wuxuu arkay tukanahay nahyi waqti nahyi ah awqaad waxaa jirta salaada in la tukado ayna ahayn nahyi ku soo arooray markii qoraxdu ay dhacayso macnaha waxay baalka dhigato iyo markay soo baxayso iyo awqaada iska reebaa jirta waqtigii uu tukanahay marka salaadaan iska daa aminkaa tukanaysa cabdullah ninka leh saciidow ilaahay ma salaad bay ugu cadaabi soo shubhaan naqaan maaha salaad miya li ani salaad baan tukaday salaad baa laysku cadaabi oo cadaab lagu geli wuxuu yidhi faqiih buu ahaa wuxuu yidhi ilaahay salaad kugu cadaabi mahaya laakiin wuxuu kugu cadaabahayaa mukhaalafada aad samaysay sunnadaad khilaaftaa lagugu cadaabi laakiin salaada lagu cadaabi mahayo salligaan aad sidaan u qaadaysid oo sunnadaad daba marsan oo bidcada ah waxaa weeyaan mukhaalafada aad salliga nebiga khilaaftay baa lagugu cadaabi laakiin salliga nebiga lagugu cadaabi mahayo waa sax salli nebi inaad la imaatid waxay tusinaysaa xisigii iyo dadaalkii salafku ay ku dadaali jireen
sunnada inay tatbiiqiyaan shubahaadka saaruna iyo noocaasna marna inay dhag u dhigin ay diidaan ay dhahan maya lama ogola. qiso kale waxay dhex martay Rabiicat ibn Cabdiraxmaan oo Rabiicat Ra'yi loo yaqaano sheekh Imaam Malik sheekhiisa wey. Imaam Malik iyo sheekhu ahaa nin aad u qiimo badan ahaa ayaa wuxuu la dooday, wuxuu su-aalo weydiiyey Saciid ibn Musayib ka haddaan soo sheegayna fuqahaa sabca ka mid ah Saciid ibn Musayib dooda faqiih fuqahaa sabca ku caan baxay ree madiinada ahaa oo Imaam Malik iyo macnaha waxa weeyaan raggii waqtigiisa ahaa wax ka qaatay ahaa ayuu ku jiraa. wuu la dooday markaa arrin buu weydiiyey, wuxuu yidhi waxaad iga warantaa faraha diyadooda, farahan diyada laga bixiyay iga sheeg. markaasuu yidhi diyada far dil ay noqoto hal far toban baa laga bixiyay. suu mid kale hadii diyada faraha weydiinayaan faraha dumarka gooni ahayd, suu yidhi haddii mid kale laga gooyo ka war suu toban baa laga bixiyay. suu haddii mid kale laga gooyo ka war toban baa laga bixiyay mid kalena. markaasuu hoos degay wuxuu yidhi waxay noqonaysaa labaatan. wuxuu yidhi raayigu meesha keenay qiyaas lamaa cadma jurxuha washtadat musiibatuha naqasa caqluha. markii wuxuu yidhi dhaawaceedu uu sii weynaaday, macnaha waxay ku dhisan tahay qofka dumarka ah diyadeedu waa thuluf, macnaha waxa weeyaan waxyaalahan oo diyada ku saabsan faraha iyo waxa la midka xubnaha ah waa thuluf diyati rajul, diyada rajulka thuluskii weyn. laakiin waa goorma markay thuluf marka macnaha waxa nisban kooda markay gaarto thuluf markay gaarto gabadha markii hore marka hal far iyo laba fari ay ahayd sida ninka oo kale looga qaadahay tobanka macnaha fartiisa ay ahayd, laakiin maadaama ay thuluf soo gaartay hoos bay u soo dhacday. qiyaastu marka waa maxay? Rabiicat Ra'yi wuxuu leeyahay markii hore iyo hadda yaa daran. markii hore oo hal far ay taagnayd baa toban la siinahayay, laba markii ahayd labaatan bay ahayd. markii jurxigeedii weynaaday oo musiibadeedi ay sii darnaatay miyaa hoos loo soo degu yiri? wuxuu ku yidhi aciraaqiyun ant ciraaq miyaa tawiri. ciraaqiyiinta waxaa lagu yaqaana nimanka dhanka ka imaada inay qiyaas iyo xun sheeg sheegaan, marka aduma ciraaqi baa tawiri. sunnadu weydiinaysaa mise ra'yi baad meesha la timid? wuxuu yidhi bal caalimun mutathabbit aw jaahilun mutacallim. laba mid iga dheg, caalim ama nin caalim ah wax og laakiin raba inuu wixii sugto oo hubsado iga soo qaad, ama mehe nin jaahil oo waxba aqoon oo waxbarid u baahan baa nahay waxay bar. wuxuu yidhi hiya sunnatu yabna akhii, sunnadaas sidaas ah war maa ka yaalna, sunnadaas sidaas ah wax kale kama furno sheekh. sunnadu waxa weeyaan gabadhu markii macnaha waxa weeyaan diyada faraheeda markay intaa gaaraan inay hoos u soo degto. sunnadii baan kuu sheegay cadma jurxuha iyo ishtadad balaa'uha iyo sheekadaas aday kuu taalaa qiyaas weeye, qiyaaska la aad ciraaq. laakiin sunnadaas sidaas ah warku waa dhan yahay, wax dambo ka furan ma lahan. marka salafku marka sidaasay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam u tixgelin jireen oo u ilaalin jireen oo ugu dadaali jireen oo ugu difaaci jireen oo ugu dhaqmi jireen. annagana salafkii uswaa nooga sugan waddadaan ku badbaadayno. dardaarankii ugu horreeya soo bilowna maxay ahayd? waddadaad ilaahi ku caabudaysaan ha noqoto waddadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu ay raaceen ay ku caabudeen ilaahi. wixii saxaabata rasuulillahi inay ilaahi ku caabudinna ilaahi aan ku caabudinayna. waddadii salafku idiin jeexa waddo aan ahayn ilaahi ugu dhowaanina subxaana wa tacaala. sidaas ayaa la rabaa ruuxa muslimka ah inuu ahaado. bidacda walaalayaal intishaarkeeda iyo faafideeda iyo imaashaheeda iyo maxaan ku yidhaahdaa waxyaala ka qayb qaataa jira oo sabab u ah oo saldhig u ah oo keenahay. الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكنت معروف كواها سنة الدفاع هذه إددار كذا أيا وقت كور رمي أشياء أصل كواء بدعدة وحان أقول هي إن بضم كشاقي الإمام الشاطبي وقيمها الشاقي قيمة كراو زيادة الشاقي هلي هي حكو أصل ومرجع يميل أساسا وبدعدة من إماطة وانتشارتا أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا الاستدلال بها.
أصل كبد عادي كمرك نطق أي سماين هيان وحن بين طبلاً كتير سنتاي حكم إذا حديث ضعيف حديث ضعيف ومغلا هيا ولس أردي إنه إله يقول له هذا الرواه وحتى حديث كاستصل ومبصين وحن صحي هيا إن كان حيري صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أعداب بضم بين هذا وسكت ديني في سهاديان نبقى كل حديث تجيسو دين في سهاديان ومرك الأسواق ابتارك علماء إله أصاري ودين تن دفاع وكلا شاملية وكلا صارة حليلي هل الدلالي كسي كل حديث من فافيه يا صو صار هي رقبة إله بي إله يا بني رق صو صار صو قفة وهل أنك تجي وأنا سيد إله سبحانه وتعالى وقدري حديث مرك ضعيفة وأنا اسمي الله اسكت لهين وأن الدليل شذ بنانين والنبي محمد إن لا تيري أنا بنانين بروح عنده ما راح كم قراء خرافات وكتب يري القرآن السنة هاي سبحان الله العظيم أحلى يا أبي لن علماء لقط إنه هي ضد كهر تاجا أو محقير هذا ما أنطق المقصد دليلنا هي حديث وكله هي رسول كايري وهذا الله يا أبي ما لا تيري فضائل فرها كبر وحيال محقير هذا الله يا أبي غرائب وحلا قال رسول الله ويسكدريرين عد صوصاتي يميلو كصوقاتي يكتابو القرانطي يميلو هذه مره وحديثه ضعيف ضعه وان بدل بدعه الترويجسي حكم اذا كو كسي درن موضوعات او ليسكدجي حديث ضعيف في موضوع وكلا دوين وصنع الحديث كه ولا وشي ادو كلا دوين ضعيف معناه حوين قيبه بدن بوليه هي ضعف يسوع درنان كرا احتجاج سن ومجل كرا اسمه كبي كرا قارب معناه لقيا ضعين وسكوا لكن موضوع ومختلف ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو نعاس إن أصل وغرد الشيء عن الصمين هي عبادة أو إله لقى عبده هي أشياء أنا وحقيقة القاتلية هي بعض الفقهاء أي لقيا ضعين حديث سن أو معناه حوين غفلة وح أي معناه حوين شيء وبين مركز إن يسجد لي شدان شيء موضوعها كدي من هو انتشاره وفافه وضطبع معناه الحبيب تداولان وفقف وفقاط وحاكم إذا حياله صوبته من قرن هيا اجتهادات هي استحسانات ولو ماذا قارك وذين الشيء سيجي اجتهادات ويو أركان الشيء معناه هو ناكسن طيب صلاة دمرك اللي قيلها هيا قفكو إنو كحرته نويت معناه الحبيب مصلي ومحادث اللي هو حرجري ويت الصلاة من صلي صلاة فرض الصلاة كذا طيب ما هي صوليه استحسان حليه هاي قلبه يعرف وين يستعدان ويسحوشيان والروح مركو قلبه جينا شيء الصلاة وصاحة ضر صديق وحد كنا هاي عرف كنا وروا وروا قط هذا معناه حويان ويسحوي كنا هيان ويستعدين هيان بس دليل ملك أنا ملك روح استاذ ملك واستحسان مركب وحلق مناضي هذا مركب مكو أنفع ذا روح مسلم كاف وسنة النبي كتعال وكد ذا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مكو أنفع ذا الشيخ إنه صلى هذا لتقوله إنما أن دليل لهين سنة كده يكتب كده قال أنت بصوح الله هذا هاي هذا يستطيع فلق مناضي لكن النبي محمد مكسو قناطي مايا صحابة ديس مكسو قناطي مايا أي مادي مكسو قناطي مايا سلف كعيد لقاها يمجرى مايا سبحان الله انت وضعها دواية شيخ كده ما يرشى الله الشيخ خاص اجتهاداتك يددانك والسمية استحسانك يسوق أدون المجتهدها وكوقفي حويان هده هلا جربوا لي الضوء معناه حويان قفكي اجتهادك سوء أصيبي لها أنا لا أجربوا لها لكن هذه محظم كواس سنة محمد عليه الصلاة والسلام موليد كبالي مثلا في حفلة ذي السيد حفلات بان صميني هسوتشيني هيلي بان قلني عمتان صميني همين كورن بان واقعيني مدائح بان أخريني طيب والشيخ هنتان دليل ملاضة هنتان واحد صحة أو ناكسنتا ومحكو ناكسنتا محان صميني وليبا تطبع انتصيني نبي كان أماني محاكو العبادة رقصو تشيدي كان كم بان يالني محاليبا هل يكفي؟ انت ما كفر نبي محمد سمي عليه الصلاه والسلام مايا صحابه سمى سميان مايا تابعين سمى سميان مايا
الإمام مالك هي أبو حنيفة الشافعي أحمد أوزاعي الثوري ابن مبارك مصمة ملقاها يا منه مايا وأنا كحذوي ما ندو قالوا يصوب بالعطف أنا ومولد كون إهالي يا أنتي سمك الله الله يو أنت الله أهل معنا وحويا الطريق تيضي ماشك صوب بالعطف عند بالعطف اللي يقانه سكعب طيب حيا الله سمركه استحسان أهان أو الله سبحانه يعني علماء وكوقفين أو معناه حين قياسات يحلم إذا كويبي أما الدليل ضعيف في الموضوع معناه أصل كيسوي هاي حوله قمر السكرات دين الله قام قالن كره شرعنا من قام كرته عبادة من قام الصلاين كره وإن روح مسلم كاه وهذا الشيء دليل كيسة وحن سنة النبي مقصود أنت هاي حن في رضي النبي محمد كذي سحابة دي سمصة مياه إنه هل كأكره دي الحوار وحكم إذا وحيالة أسبابه كينها يكم إذا انحرافهم عن الوصول الواضحة إلى اتباع المشتبهات أهل البدعة وحلوية قالنا حيالة محكمات هي أصوش ووين إذن تيكا لإحضان إلا يقول لإحضان حيالة معنا وحويان مشتبهات حيالة محنكو لها دليل واضح لها إنه كما يرى إسلام عن طلب وحس إكادة موريجيان وحيالها كان وحكم إذا منامات يريوين وحلو غلس ومصدر كالتلقيق أصلا لقال لي حلو مصدر كالتلقيق عما ماشا وحلقة قادم حيوان حيوان كتاب وصن وإجماع وقياس صحيحة قياس صحيحة أدلة ذا كمان مرنان كرا كمان مرنان لابد إنه أدلة يسكن يهي وصحيح ونغض لكن مركي دين تأذات كقادة منامات يريوي يحدثني قلبي عن ربي انت هذا خصوص هذا هو طاضي قلبي قاعد يقول شيء قرنوا الله سبحانه وتعالى وحقوه حياضي وحقوه شيء وان رياضة وحسن كل رياضي وحن كل رياضة سداسي 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 تذكر لك عوائم بره الآخر انت أصوى مراء قرآن انت أصوى نفل القورع انت أصوى دل الجمعية انت أصوى حافر هذا صدق الله بحياة تحديد وحلبة طيب انت هكا كنت وان كل رياضة وحيالها بدعه الترويجيه كانت والرياضه ربما انفعتها منامات كانت ربما انفعاني نبي نمت هذي دليل كان وصلنا ما كان ووحدت هذا وحى نبي محمد بن سميه اصحابي سبع سميه اصل قاصي لها لكن ما رياضه مصدر كمرت التلقي قاطول دمه والروح وقرمه ومالك لو اذن حويان السنه ومتوس كره سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يلالون هاي وحو كتاقين هاي نواب بدعة حلو بني مكر روح مسلم كاف ما يشعر في شرحك كقاضن هاي إن قطة كتاب في السنة جماعي مسادفت اللي يقالنا الشبهات بقى جربة الله مركضتك أي سميان هذه الشر كو أنا قصوا مرحنا القياسات كي سلفك إلا الدقالما هاي يشدين هاي حكم إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة ديسة نعمة البدعة هذه عمر بن الخطاب صحابة وحب أركي تكنها هي صلاة دي تراويح نم بقوني وتكنها هي كان هلك وتكنها هي وكان هلك وتكنها هي وكان حق وتكنها هي كازتو في ريوحيني وحافعنا الله هي هل إمام الدين لقد قال لها قرآن كأي كودة ديستان معناه كودة وتكذا سيد بسمي أبي بن كعب ويرني وددك تجي ولا تكذا أرنتي ومرك اللي تكذي وصحابة تصفك قالان أوي متعب تشكي جنها يوحيري نعمة البدعة هذه بدعة فهو خير فهو فيعة معناه وبدعة ونفسة أحيالي هم مركة دليل لقد عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم بدعة واطن ونفسن تنوعا أحيالي بدعة ونفسن باتشرا لي مركة عمر بن الخطاب وحاو سميه موحي نبي محمد سميه عليه الصلاة والسلام بمس واحد شيف كيسان لا الله كلا يفيريه صلاةً سيد الشوكتة لو تكن هي نوع عنا وصح عمر باسمي لكن بيوس النبي محمد صلاةً كذين أصلها ها النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابه ما كون حرتان وانت دوي استاجين بلو تكذين ها همين يلا بي صحابه كده تكذين وإصابتان كده من النبي وانتو جو يجري يسكت كده هون يروح عن كعب صدي إلا يدوم كفر الله يا رب إلا ذو عاد عصمة إلا ذي مشوا كبحض أصل فرواله هذا النبي محمد باكر ذي عمر بن الخطاب مركب واحد وتلمامه هي بدعة
لسوء إحداثيه لسوء درهيه أصدق كل يوم كذي أصلاً شرعي كلها إن ما هني وحويان وحي المضى كنت المامان لغة شيء معناه وحويان إن إطلاق عمر المسلمين وبلغة هم بأمر تموي أصل بيلاد حكم إذا شيء أصل شرعي كله واللي يسكبر فيه إنه كنت المام عليه الصلاة والسلام طالب النبي عليه الصلاة والسلام فأوي من دمان طبع عليه سمع لباطي سمع مساجد النبي كي يستاقي وحيد النبي كان الله عاوي قدت كيوا انتاك عام بأدلو قرمضي ونين وحبحية حولك معنا وحبا نارك أنا راشن كان نبي عليه الصلاة والسلام وجهي سأذو إفاي وفرحي مركو فرحانا وجهي سألقى قرنشين مركو حانا أقنى سذوقا كاس النبي عليه الصلاة والسلام فيه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم يقول عير روحي سنة ونكسب كذي حلي أجر كذي أجر كتطبع عمل فلسة وحدنا وخلق النسقام هذه وزري يحمان كذي عكس ويانا ذنب كذي إدوى البطع عمل فشد ذنوب تأي سمين يسأيولي وحلم يصوصي بدعادي قيمنا وناك حسنا كتل وما قيمنا معنا وحويا كتل ما هوي سيئة على أنها إنفاقه أسر ملي شرعي إله سود الشيمية بورنت نبقوا بوري عليه الصلاة والسلام صوما إنفاق لصمين هي دذال لبحنا هي نبقوا كلية وفت المام هي عليه الصلاة والسلام دذال كان يسحابه الصمية وناك سنين وناك سنين ويانا بدعال كذي وأصر قوني عليه ومعنا وحويا روح إسكا اختراعه ماشي ما طالبه الصدق ورقيبا كنت قلت عمر الخطاب نبي عليه الصلاة والسلام خلافتي سواء كم من ماهن ويري فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مركب ماشي ما يلد لي شذا يوحل لي شذا ماشي عن مشران شيء أصل له إن ليسكبوا فيه بدعمها شيء أصل له إن روحي وصمائيه بدعمها بالعضل رجاه الله يوحى ويا واحد دين تأصل كل هاين وسكتش ذي ستو سكتش ما يستيد حكم إذا مثلاً مركي لقاه الله يبدع لقاه الله إللي يلي هذا صحابه مصحف كي صلى من جمعين قرآن كي صلى من جمعين مصاحف صلى من قرين صحابه ما ينقرين صبيد عمها ما يوحي لها خدمة الدين تقصاب صنع التأليف كتب له التأليف يجي محامكو إلى هذا علوم الشرع والله قيبينها هي وإنت أصدق والله تسيلا من المعناح ينقف كله سهل حفظي يسي برشدي يسي حيا لها النوع عانا أصل بالشرع كله الله هو شيء معناه وحويان دين تفيد ماذا ذي الشرعي مو ذي جيسي واحد خيارات والسكر ذي ما معنى هددان الله سكر ذي لكن عبادة قوني هو مضح بنان وقوني الله صمينها من القرآن كوالا قرد شرع عهد النبي عليه الصلاة والسلام انت أرواح كذر إن للا آذو الدنيا ذي يوحي كيشري معنى قل يا أوسى عدد القبتي وابدعو وبابر كذبتي وابدعو وديارة دانا تقعيس وابدعو وروحا الدنيا كسابسن طاية الدين كوا وسابسن هو حمر كان كوضع بدعة كل جدوى ضلالة نبي محمد الشيخ عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة كل الفاظ عمومك هو وحي وقب ذنوي وحي لقصه ريب ملح إنا تبارك بدعة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كل جدوى ضلالة تلهذا قيبة في عننا تلهذنا واستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم نبي جينا هذا كي ويقول أتفق بسطوة كذبة تكتبه بالنقنبة وحال مارك نفطي دي نفتي نورا للكوة ننهي إن الله سبحانه وتعالى أنك عبصنا بدعاظ فراها بضم المانت اسكسو عطا وأولادي ولدك أخريه نالي وقاف صليك الوقت وأخريه هيالي وحاويان حفلات كالقضان هيا وانتقرك إلهي لو أنشاء وقرها ذينا إنه تقر من نقنا يساوح حين نقنا يساوح عذاب لقمته إهلا قفوك هذا وهلا قدقه وعيد اللي قبت بعدين كان أهلا قبت بعدين وهلا وقعدين يتهشي بدعاء ودين تصل كل هين هل كلام هانو قالوا بدعوا هل درجة ماها بدعوا هل درجة ماها ويكل دوانتها وينك الصلاة وينك الحب بنتها تانا حكينا سامي كم تهي عدل جي إنصاف بدعوينك قارو حكينا اليوم البهل كذا نكلي له هذا شاطي بقول المامي شغل البال وصدق كلام بذا كهله بدعوينك قار كفر صريح حكينا كفر عض شرك قارنا وقص كيان قارن الصغائر وي من ضربة نبكي هذا وضطاوي نكلا درينه إن مركب حاويان أولا لبرطه وبالعدل أقاده
oo shartayda la ogaado oo ruux aqoon u yeesho inuu ka digo walaalihii uga naseexeeyo bidcadana mid walba tacaamulkeeda iyo dadka ahlul bidca nooca yihiin iyo qaabka ula tacaamul laha u ogaado iyo inay kala duwan tahay iyada lafteeda hal darajo ahayn waa arrin muhima. Waxaan naftaydii nafteeda nebi ilaahi subxaana wa tacala uga baryahay inuu nawaafijiyo xaqa wanaagii khayrka uu noo sahlo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nagu nooleeyo naguna dilo bidacda iyo khuraafaadka iyo munkaraadkan ilaahi subxaana wa tacala una garamariyo. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاصمنا إله سبحانه وتعالى أجرك كنا ذنينا ننوف جيل بحان قفلنا نفطي إذا يكاها طيب إلهنا نظم الله سبحانه وتعالى.